يلا يلا زين اني دخلت مع الجو. جد ايش تنتظر؟ لا خلاص ان شاء الله من بكره ببدا. يا اخي انت لو تحطها في بالك ان انا مثلا اليوم تكتب مثل اليوم انا بقدم، انت عندك مثلا مخزون معين. حلو. والله انا عندي مثلا اليوم سالفه، انت صدق انت حافظ السالفه عارف السالفه. عندي شيء معين، عندي قصه معينه، عندي موضوع معين، اكتبه في ورقه. انا اليوم لازم احقق هذا الشيء. تكتب المواضيع اللي انت تبغى تحققها والاشياء اللي تبغى تنجزها اليوم. والله انجزتها، حط اللي انجزته صح، اللي ما انجزته عادي عوض اليوم الثاني. صح. بس لا تقعد كذا تنتظر متى يجي دوري. لا انا ما انتظر متى يجي دوري. انا يا اخي مثل ما تقول ابغاها بها تي حبه حبه. انا عارف كيف تجي حبه حبه، ارسم لك خريطه معينه. صح. هذا اليوم انا عندي شيء فلاني، بكره عندي شيء فلاني. فعلا ترى كل الشباب هنا عادي تقدر تستشير فلان في موضوع معين. ترى صح، كنا هنا الشباب كلهم اخوان، كلنا اخوان اكيد طبيعي. لكن لا تاخذ النسبه هذه والله خلاص انا اعطوني النسبه هذه اني انا خلاص انسان فارغ من اي حاجه. لا بالعكس. لا لما تحط لك، انت حاط في بالك هدف، خلاص بين للناس وش هدفك. كل شيء يعني لا تاخذ يعني شيء محبط لك ابدا، حط دافع لك. صح. انا اخذت كم اخذت نسبتك انت الاسبوع هذا؟ في التفاعل 66. قل انا مره من التفاعل هذا 66 ووعد الاسبوع الجاي اني احط النسبه الفلانيه. اكتبها عندك، انا الاسبوع الجاي لازم احقق النسبه الفلانيه. صادق. مو من عادي احققها اني على ظهور اخوياي او لا، هذا بنفسي باسلوبي بطريقتي المعينه. صح. احقق الاسبوع الجاي، ايش المشكله؟ صح. ما في شيء اسمه صعب ولا في شيء اسمه مستحيل. صح. بس انت خطط كل شيء، حط له خطه معينه تمشي. بس انا يا اخي تصدق ودي اسوي لي فريرتي فقره اذاعيه، ما اتوقع حتسواها ابدا. نور الله حيه. هلا هلا. انت تقدر تسويها بطريقتك، حتى مو بشرط ان الشباب كلهم مجتمعين. صح. انت والله لقيت ثلاثه جالسين هناك، روح لهم هذا الشباب، انا والله عندي الموضوع فلان، وحتى ما تقولها بشكل رسمي، عاد يدخلون الشباب معك في الجو. صادق. انت قدم موهبتك، لا تنتظر اليوم تقول انا والله بكره 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 بكره. انت تضمن نفسك ابراهيم؟ لا حتى نفسي انا ما اضمن نفسي ابراهيم. ولا واحد ما حد يضمن نفسه في حياته. صحيح. وقفت على ابراهيم. اي والله. فاقول لك يعني لا تنتظر بكره، اشتغل على اللي عندك والناس تفهم وتشوف وتعرف. صح. اي والله. لا تتحطم من اي نسبه حصلت. ان شاء الله انها تكون دافع معنوي مو طريق النجاح مستحيل تلقاه كذا بزهور وروح. لازم عقبات. لازم عقبات، لازم. صح. لازم لازم تلقى شخص يحاربك منه، تلقى شخص يدعمك من هنا، عادي ايش المشكله؟ صادق. دائما اللي يحبطك البلاطه حطها مثل العتبه، ترجع عليها لين تحقق هدفك ونجاحك. والله شد حيلك، معك امور طيبه. والله ان شاء الله. انا لو بتحطم تحطمت 90 الحين 70 20 نقطه نزلت عادي. انا والله عشان مسخن والله، والله اني اخذ ادويه ان ارقد نص اليوم. اه والله انا شوف رتمي بدايه البرنامج اليوم مثل ما تقول، مثل ما قلت لك اول تاقلم. يا لا انا اشوفك صرت تصاعد، حتى اشوفك مشاركاتك مشاركاتك في الفقرات حبه حبه ترى ما يا اخي انا جو جديد. صح. حياه يمكن. جديده يمكن ومحبوس في مكان وبرد برد. اي والله ما في، ما ترى الامور طيبه، كل شيء يجي حبه حبه. اي والله. يعني انت ارسم رتمك، تعرف انت اليوم انت متفائل او ما انت متفائل. صح. صادق. حاول حتى انا والله والله الذي لا اله اني حتى الدفتر اللي وريتك قبل شيء كاتب لي اشياء مو بس في البرنامج، اشياء انا سلبيه فيني من زمان والله الذي لا له. شوف اشياء كاتبها ايش مكتوب هنا؟ الايام صح؟ كل يوم جنبه صح. اللي يعني هذا الشيء السلبي اللي انا فيني انا حاط مثلا اليوم مثلا نقطه سلبيه فيني. انا ماخذ عهد مني اني ما اطلع من البرنامج الا انا متخلي عن هذه السلبيه. حلو. شوف الان 17 يوم اللهم لك الحمد، النقطه السلبيه الفلانيه ما سويتها او اني ما تكلمت فيها او ما قلتها لاحد. فهمت؟ خلاص كل يوم احط صح. هذا صح. نقاط سلبيه كثيره. والله يعني انت لا تخلي الفائده بس للعالم، خلي الفائده لنفسك بالبدايه. غير نفسك عشان تتغير حياتك وتمشي امورك صح. هذا صح. اي والله كل حاجه حط لها تخطيط تمشي امورك طيبه. خلينا نشوف الشباب ايش عندهم. يلا يلا مشان
اوه والله البرد. لا ما عليه ان شاء الله ان شاء الله اني بشتغل صح. لا انت بس اجتهد شد حيلك وكل شيء يرسمه في بالك في تزين امورك. ان شاء الله.